بأس أن أقول لكم، أذكركم وأذكر نفسي أول من أذكر بهذه النعمة التي أنعم ربنا بها علينا والتي نخوض فيها خوضا في هذه الأيام، نعمة رمضان. إخواننا، الأحاديث في فضل رمضان أحسب أن ليس منكم أحد يجهلها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا، إلى آخره. هذا نصفه الأول الآن قد انصرم. ربنا سبحانه في هذا النصف الذي مضى أعتق رجالا ونساء، أعتق خلقا من عبيده لله، عتقاء في كل ليلة من رمضان، أقوام كانوا سيدخلون النار ربنا سبحانه أعتقهم. هذا موعود نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. ونسأل الله سبحانه إذا ضاقت علينا هذا النصف الأول ألا يضيق عنا النصف الباقي. ويا إخواننا، اجتهدوا في هذه، ربنا سمى هذا الشهر كله أيام معدودات، أيامات تنقول احنا أيامات، ايش أيامات؟ لا تسأموا العبادة، لا تثقل عليكم هذا الصيام وصلاة التراويح، لا تثقل عليكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن الآن في شهر من أعظم شهور فضل رحمة الله، هذا الشهر هذا نفحة من نفحات رحمة ربنا. أنا ذكرت لكم زمان قديما قوله صلى الله عليه وسلم، يروي الطبراني: اطلبوا الخير دهركم كله، يقول صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم كله، ديما فعم حد كعيش، اطلب الخير، دير الخير، اطلبوا افعل الخير، اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء. هذا هو، هذا أنا أحسب أن رمضان نفحة من نفحات رحمة. هنا يرحم هنا. فلا تفسدوا هذه الهدية، هذه التحفة التي أتحف ربكم بها عباده، لا تفسدوها بالخصام، بالغوات، بالدابيز، بالمعايرة. أنا قلت لكم راه الشيطان راه تيلعب تيضحك على الناس. أنا قلت لكم شحال من مرة تجي تحكيها وتبقاو نحكيها بزاف المرات، لأن لا ينقضي عجبي منها، لا ينقضي عجبي منها. واحد تبيع البيض، شحال البيض؟ 24 ريال، لا غير درهم. كيفاش هذه بيضة ديال درهم؟ علاش ماشي بيضة ديال درهم؟ مدابزين صافي، دابزوا تشدوا باليدين. علاش يقول لي درهم؟ واش هذه البيضة ديال درهم؟ علاه ما نقولكش درهم؟ نقول لك 10 ريال. وبجيتهم صايمين، باقي شي صيام. الشيطان دابا راح لهذيك الكروسة تيضحك، كخخخ يضحك عليهم. لا هذا لا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شاتم واحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم. يعني إني امرؤ صائم، ما غادي نقول لك، ما غادي نجاوبك، ما غادي نعايرك. ما بغيتي تعاير قول الحمار، البغل، الفاعل، الترك، ما غاتسمع مني حتى كلمة. علاش؟ إني امرؤ صائم، عارف اش كاين، أعرف الذي أطلب، هذا الذي أطلبه أمامي. نفسدوا معك أنت دابا، أنا فسدته معك، أنا ندمت عليه، أش نفعنا ينفعني الندم؟ علاش؟ الشيطان. وهذو الشياطين غير الصغيرين، شوش دايرين؟ أما دوك العفاريت كون كانوا تلقي كتكون قضية، هادو غير الصغيرين. المرة دار مرة دار مكتفين، هادوك مكتفين، على حتى هادي راه من الرحمة. ربنا تيعينك على نفسك، هادوك اللي واعرين كتفهم لك باش يسهل لك الخير ويسهل لك العبادة. ولا تكتفوا بما تصلونه من تراويح في المساجد، 8 ركعات، 8 في كل ركعة، هذه راه أمور يراعى فيها الضعفاء والعجزاء والأطفال الصغار اللي ما تيقدروش يطولوا. ملي تشوفوا ديوركم، عمروا ديوركم بالقرآن، عمروا. هذا راه الشهر ديال هذا الشيء. راه أنا في الحقيقة لما تنسمعوا هذوك الناس كيفاش كانوا بكري، هذاك تيختم القرآن كل نهار في رمضان، كل نهار اش يدير إذن؟ يجلس يقرا في القرآن، تقول لك هي غير نجلس نقرا في القرآن، بغيت ندير كاع حسن هذا الشيء. رمضان هذا، مني سالي رمضان، ما نخرج ونلعب وندور ونتسارى، ولكن دابا وقت الخدمة. وهذه العقلية تيعرفوها التجار. مني يجي وقت مثلا، وقت دابا مني تيقرب رمضان،
وسير شي واحد عنده شي محل ديال الشباكيه ولا ديال التمر وقول ليه سد، قول ليه سد ما تحلش مور العصر ولا سد السبت والحد، وسير ضوء التاره وتكا شويه واسترح شويه ومالك على التماره. يقول لك هذا وقت الراحه، هذا وقت البيع والشراء، هذا وقت الخدمه، دابا يدوز هذا الوقت وراه من نعسو. انا اذكر لكم مره زمان حجت وحجه كان تحت البلاصه فين ساكنين حنايا واحد خينا تيبيع الشاورما، وقت ما هبط نمشي للجامع تلقى هو واقف حديك الشاورما في اي وقت اي وقت. هذا عزكم الله تال المرحاض ما تيمشي ليه واقيلا، هذاك ماشي النعاس، حاجه الانسان ما تيمشي ليها. فمره سالته قلت لي انت كتنعس وقت ما هبط بالليل بالنهار في الفجر في العشاء في الصبح في الظهر ديما واقف هو تما في ديك الشوارع. قلت له واش انت ما كتنعش؟ قال لي تات مشيو انتوما والنعس انا. وعنده الحق، شنو هذا؟ والموسم هذا وقت الخدمه. ربنا بيننا وبينه تجاره. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تجارة بيننا وبين سيدي ربي، وهذا موسم. ماشي غتصلي نص ساعة ديال التراوح وتمشي سبعة سوايع ثمانية سوايع الليل كله، أش غتقدر فيه؟ أش غتقدر تشرب أتاي تاكل السفوف تفرج؟ فنسأل الله أن يوفقني الخير والحمد لله رب العالمين.